ديات، ولكن ما زالت الكرة للمولودية بالرأس خلفية، خطأ في وسط الميدان لمولودية الجزائر. الدفع من بوشمة، غازي أمام الكرة ملعوبة لقاسم، قاسم يتفوق يحتفظ بالكرة. من هناك محاولة المناورة على الجهة اليسرى مع بصغير وبوغاش، ولكن خطأ غير راضي تماما بوغاش على قرار الحكم بعد هذا التدخل على فرحات. بوغاش كان غير راضي على الزميل تاعو اللي كان قادر يمد له الكرة في العمق. صحيح، في ظروف أحسن كان قادر يمد له ظروف أحسن. لوجيست سوبليمونتير اللي داروها جمال، حركة زائدة. شكرا. كرة من بوشمة تعود رأسية، صافرة الحكم تحتسب خطأ أو وضعية تسلل لمصلحة دفاع المولودية على سجار في غياب الهداف أندريا، أكبر الغائبين. كم هو مشتاق إلى الشباك أندريا الذي سجل 3 أهداف ولكن يغيب عن الدربي. أيضا لاعب مفتاح، مفتاح نعم، هو آخر مباراة بالنسبة لمفتاح، سيعود في المباراة القادمة بعد العقوبة. يستنفذ العقوبة. كرة للمولودية، بوغاش يحاول، خطأ، تدخل يقول تدخل من كودري للمولودية. غازي بالعيد، محاولة بناء عملية هجومية أخرى، دائما العملية تبدأ من الخلف ولكن بكرات طويلة. محاولة رأسية بالخلف، محاولة من ياشير، يحاول ياشير، نامور ياشير، يحاول ياشير، نامور ياشير، ولكن تيماموش في المكان المناسب. مرة ياشير ولكن زيماموش كان في المكان المناسب. كرة طويلة خرجت. لاعب ياشير اللي عنده القوة والسرعة يطلب كرات في العمق، ها هي هذو هما الكرات اللي يسمحوا له يفوز على المدافعين. تفوق على الشافعي. زيماموش كرة سهلة في المكان المناسب، رمي التماس، تدخل من الخلف، خطأ ليحيى شريف، ارتكب الخطأ سكار. حشود يغير الاتجاه مباشرة لبوغاش، ولكن فرحات بكل امان واطمئنان لحارس زيماموش، يقتل الكره، يقتل الكره لما يجيه كرات سهله كما هذه. حتى الحارس اللي عنده الخبره وعنده تجربه يضيع الوقت بعض التواني. طويله، كره تبحث عن قاسمي، تفوق للدفاع في الوسط لكودري، لا وجود لخطا،